السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي برنامج أخباركم الثلاثاء، رصد جديد إخباري ومتنوع ننقله لكم من الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي. رحب بكم ورحب بزميلي محمد. حياك الله محمد. حياك الله خالد وحياكم الله مشاهدينا. خلونا كما عودناكم نستعرض العناوين. الصندوق العقاري ينفي وجود علاقة بين برنامج التمويل المدعوم والشركات التمويلية والبنوك. وسبعون ألف مواطن من موظفي البنود والمستخدمين يطالبون بالتثبيت. حريق في عمارة للحجاج بعزيزية مكة وإخلاء 391 حاجا دون إصابات. وفي المملكة تحول مساحات من الصحراء بحجم دول أوروبية إلى مدن جديدة حيث حديث الصحف الأمريكية. مهندس سعودي يخترع مظلة مكة المكيفة لمواجهة الإنهاك الحراري للحجاج. حياكم الله مجددا، تلك كانت أهم العناوين، خلونا نشوف التفاصيل. إذا نفى الصندوق العقاري صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا تويتر حول علاقة برنامج التمويل المدعوم مع الشركات التمويلية والبنوك، مؤكدا أن مبالغ الدعم يتم إيداعها في حساب المواطن المستفيد بعد سداده القسط مباشرة وفق نظام الأقساط ولفترة تصل إلى 300 شهر، أي ما يعادل 25 عاما. بيّن أيضا الصندوق أن تقسيم الدعم للمواطنين بهذه الطريقة يهدف إلى توزيع الدعم على شريحة أكبر من المستفيدين، وليس كما زعمت بعض الأقوال بأن مبالغ الدعم تذهب للبنوك أو الشركات التمويلية دفعة واحدة وذلك حسب وصفه. وأوضح الصندوق أن برنامج التمويل السكني المدعوم يسهم بشكل رئيس في حل أكبر عقبة تواجه المواطنين المتقدمين للصندوق والمتمثلة في طول فترة الانتظار، حيث يتم تخفيض فترة انتظارهم وتسريع وتيرة خدمتهم ليحصلوا على التمويل المدعوم خلال 5 سنوات فقط. كان رواد مواقع تويتر قد تداولوا مقطعا لمواطن يتحدث لأحد القنوات التلفزيونية عن رغبته في أن يكون التعامل بين صندوق العقاري والمواطن بشكل مباشر وبدون أي بنك، أن يكون البنك يعني وسيطا. نستعرض جزء من التغريدات في وسم متضرري الصندوق العقاري. أولى التغريدات كانت لحمد. حمد يقول: أعيد لنا الصندوق العقاري فمسيرته مشرفة وتحقق النجاح في عهده وتم تأمين أيضا سكن للمواطن بقسط ميسر وبلا فوائد. الحارثي خالد طرح عدة تساؤلات حول البيان الصادر اليوم في تغريدته التالية على الشاشة، يقول ردا على صحيفة سبق الإلكترونية: دام البنوك ليس لها دخل في الدعم فلماذا توجهون المواطن لهم، وكيف تربطون إنزال القرض بدفع القسط، كيف يدفعه ما استلم شيء، أعطونا كلام مفهوم، كما تساءل الحارثي. محمد تساءل أيضا ردا على الخبر، ردا على بيان نشر في أحد الصحف المحلية، يقول: محمد يا ليت لو استفاد الصندوق من تجارب الدول المتقدمة، الصين مثلا تقتص 15% من دخلك مقابل السكن، مهما كان دخلك الفقير يستفيد والغني ما يتضرر. كان هذا أبرز ما جاء خالد من تغريدات وتساؤلات حول البيان. طبعا أخباركم يهتم بمتابعة هذا الخبر، حيث ينضم إلينا على الهاتف متحدث صندوق التنمية العقاري الأستاذ حمود العصيمي. حياك الله أستاذ حمود. البيان خالد صدر اليوم بعد إحدى المداخلات التلفزيونية يوضح حقيقة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الدعم يوجه مباشرة إلى حساب المستفيد وليس كما أشيع إلى البنوك يعني. صحيح، تساؤلات كثيرة راح نتساءلها إن شاء الله مع متحدث الصندوق، لكن حتى يجهز الاتصال نروح للخبر التالي. إذن أطلق موظفون على وظائف البند والمستخدمين اليوم الثلاثاء واسما عبر تويتر طالبوا فيه بتثبيتهم على وظائفهم المستحقة التي تناسب مؤهلاتهم. أوضح المغردون بأن أكثر من 70 ألف موظف وموظفة اضطروا للقبول بهذه الوظائف بشكل مؤقت على أمل التحسين والتثبيت، وأن منهم من تجاوز سن 30 وما زال بمسمى عامل أو مستخدم، بالإضافة إلى انخفاض رواتبهم
رغم تزايد متطلبات الحياة بكل جوانبها. وكان المتحدث الرسمي باسم موظفي البنود والمستخدمين ناصر الحكيم قد أوضح في تصريحات لبرنامج أخباركم قبل أيام بأن ما يدفع الشباب للقبول بهذه الوظائف على الرغم من ارتفاع مؤهلات بعضهم وانخفاض رواتبها التي لا تتجاوز 3600 ريال كما قال هو البحث عن الأمان الوظيفي وإمكانية الحصول على قروض بنكية وإجازات رسمية وإمكانية تحسين أوضاعهم بعد التثبيت. صحيح، أيضا كان هناك يعني الكثير من التغريدات في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تعبر عن هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، إلى الخبر التالي. تمكنت فرق الدفاع المدني في حي العزيزية بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة من السيطرة على حريق في مبنى سكني به حجاج دون وقوع أي إصابات أو ضحايا بفضل الله عز وجل. أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن بلاغا ورد في تمام الساعة 7:30 يفيد باندلاع حريق في غرفة تقع بالدور 7 والأخير بمبنى يسكنه حجاج من الجنسية الهندية بحي العزيزية. وأضاف الدفاع المدني بأنه تم إخلاء جميع الحجاج المقيمين في العمارة السكنية والمقدر عددهم بحوالي 391 بشكل احترازي نتيجة كثافة الأدخنة وذلك عن طريق وحدات الإنقاذ، فيما جرى إخماد الحالة والسيطرة على الحادث دون حدوث أي إصابات في الأرواح بحمد الله. وعلى الفور بدأ فريق التحقيق بالإدارة بتتبع مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية. ما زال لدينا الكثير من الملفات مشاهدينا، دعونا ننتقل للخبر التالي. هذه المرة من بلومبيرغ، حيث قالت الشبكة الأمريكية إن المملكة التي اعتمدت لأكثر من نصف قرن على النفط لتمويل اقتصادها تتحول الآن إلى مصادر طبيعية وفيرة لديها وهي الصحراء لاستغلال المرحلة في عصر ما بعد النفط. أشارت أيضا الشبكة العالمية إلى أن المملكة تحول الآلاف من الكيلومترات المربعة من الرمال إلى مدن جديدة في ظل سعيها لتوفير مزيد من فرص العمل وتعزيز الاستثمار وتنويع مصادر اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط الخام. وأضافت أنه خلال الشهر الماضي وحده أعلنت المملكة عن مشروعين كبيرين أحدهما يغطي مساحة من الأرض أكبر من دولة بلجيكا وهو مشروع آخر أيضا سيشمل مطارا وميناء للسفن. رصدت أيضا الشبكة 8 مشاريع عملاقة تقوم المملكة على تطويرها في أنحاء البلاد خاصة وسطها وغربها وجنوب الغرب. محمد، هذا الخبر يدعو للتفاؤل حيث أنه المملكة تحول آلاف الكيلومترات من صحراء قاحلة إلى مدن جديدة ومتطورة. صحيح. مشاهدينا الكرام، إلى الخبر التالي. هذه المرة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث ابتكر المدرب والمهندس محمد بن حامد الصايغ حلا عمليا يقي حجاج بيت الله الحرام والعاملين في خدمة ضيوف الرحمن أشعة الشمس بشكل مباشر تمثل في مظلة مكة المكيفة. أوضح المبتكر السعودي أن المظلة سهلة الحمل والاستعمال ولها مروحة ذات سرعتين حيث يمكن للمستخدم تثبيت قارورة مياه صغيرة تحت المظلة من ثم تحويل رذاذ الماء إلى هواء بارد يواجه به الانهاك الناجم عن الحرارة وكذلك من ضربات الشمس. وقد ساهمت حياة المدرب محمد الصايغ الذي يسكن في مكة ويعمل مسؤولا للجودة بإدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة في البحث عن أسرع الحلول لتلك المشكلة. وتعتبر أشعة الشمس واحدة من أكبر المشاكل التي تؤرق الجهات الصحية والإسعافية التي تعمل على مدار اليوم في خدمة حجاج بيت الله الحرام خاصة في حال التعرض لضربات الشمس المسببة للصداع والغثيان وفقدان الوعي والتشنج أو الانهاك الحراري الذي يحدث نتيجة أشعة الشمس والجو الحار. صحيح خالد، إذن فيديو رائع يدعو للفخر بإنجازات شباب الوطن، نستعرضه الآن على الشاشة مشاهدينا. بالنسبة لي الجزء الكهربائي عبارة عن مروحة وعبارة عن مفتاح لإيقاف أو تكفيل المظلة
أو إنه يكون لعملية إذا كان يعني تم إيقافها بشكل مفاجئ. الآن حنبدأ بعملية التشغيل، هذا المفتاح اللي هو يقوم بعملية تشغيل المروحة، وعندنا أيضا هذه بالنسبة للسرعة الأولى وهذه السرعة الثانية. الجزئية الثانية اللي هي يتم تركيب أي قارورة ماء لعملية إنه تبدأ عملية التدريب. طبعا مجرد إنك أنت ما إن توصل القارورة وتبدأ في عملية ضغط الماء أو ضخ الماء. طبعا بهذا الشكل واضح إنه عندنا من فضل الله عز وجل تقوم بالآن المضخة بضخ الماء وتدريره، يكون عندنا فعلا يعني مثل المكيف الصحراوي. أيضا عندنا الجزئية الأخيرة اللي هي هذا مخزن البطارية، في 4 بطاريات من نوع AA تعمل لمدة 8 ساعات متواصلة. للحديث أكثر عن هذه المظلة وهذه الفكرة معنا المهندس محمد الصايغ. السلام عليكم سعادة المهندس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أخوي. هنيئا لك هذه الفكرة الرائعة وخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وزوار بيت الله من خلال هذه الفكرة الجميلة جدا. بداية سعادة المهندس، برأيك يعني إلى أي مدى سوف تساهم هذه المظلة في حماية الحجاج من التعرض لضربات الشمس المتكررة يعني للحجاج خاصة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية شكر خاص لقناتنا قناة المجد، وشكر أيضا لكم في البرنامج الرائع. لا شك يا أخوان من فضل الله عز وجل، أولا إذا كان هناك شكر فهو لله وحده، فإن الله عز وجل من علي بهذه الفكرة. ومن فضل الله عز وجل كما ذكرتم المظلة هذه بإذن الله حيكون لها أثر رائع على بالذات من يرتاد بإذن الله زوار بيت الله الحرام، وأيضا إن شاء الله بالنسبة للحجاج حيكونوا في الأماكن المقدسة. ومعروف أنه بإذن الله في السنوات السنة الحالية والسنوات القادمة حيكون درجات الحرارة أعلى. أعلى. صحيح. طبعا أنا أتكلم بالنسبة لهذه المظلة من فضل الله عز وجل أنها تنفع أن تعمل في اللي هي درجات الحرارة العالية الجافة، بين يعني كما ذكرت في التقرير هناك مروحة بتعمل بسرعتين عن طريق بطاريات. طبعا لعلي بس أداخل في قضية أنواع المنتج، عندنا اللي هو بالبطاريات تعمل بطاريات 4 بطاريات ما شاء الله ما شاء الله، وبالنسبة للبولت 1.5 فولت لمدة تقريبا من 7 إلى 8 ساعات متواصلة على السرعة العالية. بالنسبة أيضا عندنا منتج آخر اللي هو إعادة شحن ريت شارج، وعندنا اللي هو عن طريق الطاقة الشمسية اللي هي بالسولار إنرجي. هذه 3 أنواع. أرجع قضية أنه ممكن استخدامها في الأجواء الحارة الجافة بعملية أنه تركب قارورة، وهذه ميزة أنك أنت تستطيع أن توصل الماء بأي عبوة ماء موجودة وتتحكم في درجة حرارة الماء في يعني في أي مكان. طبعا خليني أدقق بس في عملية اللي هو لما يكون الجو حار وجاف. هنا عملية التدريب بتسوي عملية تلطيف، وبالفعل كأنها مكيف صحراوي، هذا نوع من أنواع التكييف. طبعا إحنا في الهندسة بالذات الهندسة الميكانيكية أو بالأخص الحراريات اللي هو ما يخص التبريد التكييف، ففعلا هذا نوع من واضح سعادة المهندس. احنا اما اذا سمحت لي، اما اذا كان سريع المكان يعني مثلا زي منطقة جدة رطوبة عالية، فينفع استخدام ولو كان بالليل انك تستخدم المظلة بدون انك تقوم بعملية رش الماء او تبرير الماء. اذا كان رطوبة جدا عالية فقط انك تشغل المروحة حيكون الجو جدا رائع. واضح سعادة المهندس، هنيئا لك هذا الفكر الرائع وهذه المبادرة الطيبة، صلى الله يكتبها في ميزان حسناتك. شكرا لك سعادة المهندس، وأنت صاحب فكرة المظلة، شكرا جزيلا لك. صحيح. طيب خالد، ما زال لدينا أخبار أخرى، دعونا ننتقل إلى الخبر التالي مشاهدينا.
استحدثت العناية المركزة بمدينة الملك سعود الطبية برنامج الطبيب عن بعد في مجال العناية المركزة، وهي تقنية حديثة جدا في الطب السريري، تنقل من خلالها المعلومات الطبية عبر وسائط مرئية وصوتية تفاعلية. قال رئيس أقسام العناية المركزة بالمدينة الدكتور عبد الرحمن الحارثي إن البرنامج الآلي يمكن طبيب العناية المركزة من مراقبة وعلاجة الحالات الحرجة من مسافات بعيدة عن المرضى، سواء داخل المدينة أو خارجها، عبر وحدة تحكم مركزية مرتبطة بالإنترنت. الرجل الآلي باستطاعته أيضاً أن يمكن الطبيب الاستشاري والمتواجد في العناية المركزة من التواصل المرئي والتفاعل مع الطبيب المقيم وطاقم التمريض ومناقشة حالة المريض وخطة العلاج في أي وقت على مدار الساعة، كما يتيح التواصل والتحدث مع المرضى ومع ذويهم في أوقات يصعب تواجد الاستشاريين فيها داخل وحدات العناية المركزة. صح. طيب، ما زال لدينا الكثير، لكن قبل الانتقال للمشاركات ودنا نرجع الخبر الأول، ويداخل معنا متحدث صندوق التنمية العقارية الأستاذ حمود العصيمي. حياك الله أستاذ حمود. أمسي عليك أخوي وأمسي على الأخوة المستمعين الكرام. أهلا وسهلا. طبعا أستاذ الكريم، لغط كبير حول مداخلة تلفزيونية قال فيها المشارك أو المداخل أن الدعم يوجه للبنوك أو الشركات التمويلية، فيما نفى الصندوق هذه المعلومة عبر بيان صادر. كيف توضح حقيقة الأمر للمستفيدين؟ حقيقة الأمر أستاذي، مثل ما تعرف يعني توجه الصندوق إلى التمويل، إلى برنامج التمويل، الهدف منه تسريع وتيرة التمويل وحصول المواطنين اللي على قوام انتظار من تمكينهم من الحصول على المسكن. من خلال البرنامج هذا في أرباح، طبعا أرباح تمويل، أرباح التمويل مثل ما تعرف يعني للجهات الممولة. البعض يتوقع أن الصندوق راح يدفع أرباح التمويل مباشرة كدفعة واحدة يعني مقابل أن المواطن يحصل على القرض، وهذا غير صحيح. أرباح التمويل راح تكون على أقساط شهرية يسددها الصندوق طيلة مدة القرض اللي قد تمتد إلى 25 سنة. فلو كانت يعني مثل ما قال الأخ المشاهد الكريم اللي تداخل في أحد القنوات، لو كانت مبالغ الفوائد موجودة، أرباح التمويل موجودة، كان بالفعل يعني يكون كلامه، لكن يبدو أن المعلومة كانت ناقصة لدى البعض. إحنا حبينا نوضحها أن مبالغ أرباح التمويل يتم سدادها شهريا وعلى مدى سنوات القرض. طيب أستاذ حمود، بشكل سريع جدا لأن ما في وقت كثير معي، لكن أحد المغردين تساءل هل فعلا يجب على المستفيد أن يسدد القسط الأول من القرض قبل إيداعه في حساب المستفيد؟ لا 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 أبدا. إذا تنفي هذه المعلومة؟ نعم أبدا، ما يسدد يعني فيه قد يكون فيه لبس في هالموضوع، إن بين البناء الجاهز والشراء المبنى الجاهز. الشراء مثل ما تعرف يعني نظام مؤسسة النقد يعني يفرض على في الشراء دفعة أولى 15%. تمام. هذا نظام يعني قائم ومعروف ومعلن للجميع. صحيح. أما بالنسبة للي بناء ذاتي لن يكون هناك أي تسديد قبل أن يكمل البناء. تمام. إن شاء الله. الأستاذ حمود العصيمي وأنت متحدث صندوق التنمية العقاري، شكرا جزيلا على كرم المداخلة. مشاهدينا إلى المشاركات. أولى المشاركات مشاهدينا الكرام، حيث مؤذن الحرم المكي الشريف الشيخ أحمد عبد الله بصنوي يطمئن محبيه على صحته. نشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. الشيخ أحمد بصنوي مؤذن الحرم المكي الشريف الآن جاء لوعك الصحية ودعواتكم له بالصحة والعافية. كيفك يا شيخنا؟ والله يا شيخ أحمد الحمد لله. كيف صحتك طيب؟ والله نقول أحسن من الكم أيام راح الحمد لله. ايه. وزيارتكم أدخلت السرور علينا. لا واجبنا يا شيخ. جزاك الله خير. سلام على الأخوان والحبايب كلهم يوصل خير. والشيخ يسلم عليكم للجميع واللي يسأل عنه كلهم جميعا. هذه المرة مشاهدينا مع سمو الأمير تركي بن طلال، حيث يخلع بشته ويقدمه هدية للمقدم الشواف وهو أحد أبطال الحد الجنوبي. دعونا نشاهد. سعودي؟ ما هو السعودي هذا؟ ما له صرفيقة ولا نسخ خياه
والان شوف كلامه هو تو طالع من العمليات كم نعم ما له الا ربع ساعه ربع ساعه يعني هذه مراجل تتوالى خدمتك لبلدك لكن ان شاء الله احنا نزورك وقت يكون افضل لك وتكون ان شاء الله مرتاح ونستضيفك ونقوم ان شاء الله بواجبك بما يليق بك ويليق بهلك حمولتك حموله طيبه وقبيلتك قبيله طيبه وزبط العقال هذا فوق الراس جاء عليك زور جنبك وانا ابيك تقبل مني هالبشت هذا بشتي ابوي اعطاني اياه ابيك تقبل احطه عليك اسمع 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 مقبول لا ترد يا عبد الرحمن يا امرؤ الله يستاهل ان شاء الله طلعت جاءك ذكر يا ابو عبد ان شاء الله نحضر مناسباتك ولهم كل طيبه كلها عبد الرحمن انا اللي زايرك خلي انا بسوي لك راس عبد الرحمن إذن مشاهدينا الكرام الآن وقت الأخبار التي تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وحدثت على مدار 24 ساعة مضت نستعرضها لكم في 90 ثانية نشاهد. برئاسة نائب خادم الحرمين مجلس الوزراء يوافق على تنظيم صندوق النفقة. التجارة قرار الترخيص للشركات الهندسية والاستشارية الأجنبية للعمل في السعودية سيخلق وظائف. الأرصاد سحب رعدية ممطرة على جازان ومرتفعة عسير ومكة المكرمة والمدينة ورياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الرياض. الخدمة المدنية لدينا خطة لاستقبال أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين بحملة الماجستير والدكتوراه من الخريجين السعوديين والمبتعثين. 310,145 حاجا وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438. تدشين مشروع بيان لتوزيع 30,000 مصحف في أستراليا. ولاية نيجيرية تتجه لتصدير 2,000 رأس من الماعز يوميا للمملكة. الجوازات 100,000 ريال غرامة عدم الإبلاغ عن تخلف الحاج والمعتمر عن المغادرة. ضبط نصف طن خلطات ومنتجات مجهولة خلال حملة على محلات العطارة بالرياض. القتل تعزيرا لمواطن قتل طفله بعمر 14 شهرا بضربه على وجهه ورميه على الأرض بالرياض. إذن مشاهدينا الكرام كانت هذه 90 ثانية رصدها لكم فريق برنامج أخباركم استعرضنا فيها أخبار لأهم الأحداث خلال 24 ساعة مضت انتهت حلقتنا الليلة شكرا لكم وشكرا لك محمد شكرا خالد وشكرا لكم مشاهدينا استعرضنا العديد من الملفات والملف الأبرز كان في صندوق التنمية العقاري توجيه التمويل المدعوم للبنوك أو الشركات التمويلية بل يودع في حساب المستفيد 9:10 مساء غدا بإذن الله رصد جديد لأخباركم في أمان الله.